بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة مثيرة جدا وفيها مكتملة مع الطب البديل والطب النبوي. والصلاة على النبي. العروسة قد مصابة بالسرطان وقد عم جسدها وكان في الدرجة الرابعة. هذا السرطان كان في الثدي وكان في القولون. هي لم تكن تعلم ووالدها لم يكن يعلم. وتشوفه المفاجآت ربما أقول عليها لأول مرة. انتظرونا بعد الفاصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروسة جاء بها والدها ووالدتها. طبعا ما فيش فرح، الخطوبة هتم فسخها، العريس هيهرب ويهرب فعلا. جسدها مثل الغربال، شوف الغربال شكله ايه، ثقوب سوداء، وجهها، يديها، جسدها، قدميها، كله خرام خرام خرام، ثقوب ثقوب سوداء مثل البلاستيك اللي انت حطيت مسمار محمي بالنار فيها. طبعا سألتها يعني فيه ثقوب في الثدي؟ قالت نعم، وفي مياه حمراء. طبعا لما يكون فيه مياه حمراء او فيه ثقوب او فيه حبوب حمراء في الثدي، ده بيكون عادة سرطان. وطبعا هي كانت تتألم من القولون. اذا الحلقة دي فيها شفاء لمرض القولون، واحنا هنقول لسه لما نأتي عندي الجهاز الهضمي لاستشفاء من امراض الجهاز الهضمي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا بنقول ايه مرض السرطان الان. نصح عملت لها رقية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية هنا ما تنفعش إلا إذا أخذت بالأسباب الطبية الأول. طبعا أنا طلبت أشعة وطلبت تشخيص طبي وقلت لوالدها نخفى عنها مرضها، وحتى أخفينا مرضها عن والدتها لأن والدتها كانت ممكن تموت. والدها هنا يعمل في أحد البنوك في مدينة المنصورة. عملنا لها طب بديل. أولا فيه مادة اسمها الإليسين. الإليسين هذا يدمر الخلايا السرطانية ويدمر مرض السكر. والإليسين موجود في الثوم المصري. الثوم المصري اللي موجود في القرآن بلفظ فوم، فومها وعدسها وبصرها. فالفوم موجود في القرآن الكريم. قال تعالى واستسقى موسى لقومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا ولا تعصوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. القثاء اللي اسمه الخيار والعنقور اسمه كده قثائها، بنقول عليه أتة باللغة البلد العامية المصرية. يقول لك أتة، أتة يعني إيه؟ عجور أو خيار من فومه أو من إيه؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تخرج تنبت الأرض من بقلها البقوليات وقثائها وفومها الفوم اللي هو السوم وعدسها وبصلها. فطبعا فيه 300 نوع من السوم في الكرة الأرضية. مادة الإليسين هذه لا توجد إلا في الثوم المصري.
طب كيف نحذر الإليسين اللي بيدمر الخلايا السرطانية؟ لأنه مادة كبريتية، وأي حاجة فيها مادة كبريتية مثل الكرنب والأرنبيط ورؤوس الفجل بتدمر السرطان ومرض السكر. كيف نحذره من السوم؟ أولا فيه معلومة نقول لك، حبة السوم الواحدة، فص السوم الواحد به 3 جرام من الإليسين. طبعا احنا بنشتري حباية مضاد حيوي 1 جرام، يمكن يفوق الواحد او ينيم الجمل، فبالك لو 3 جرام؟ 3 جرام ما يتحملوش انسان، ممكن يموت، عضلة القلب تموت. ولكن لما يكون في ريش المادة الفعالة نفسها لم تضاف اليها اي شيء ولا اي حاجات صناعية، ما يضرش الجسم. طب انت بتعمل ازاي؟ تقطع الثوم قطع صغيرة وتضعه على ورقة بيضاء وتنتظر 12 دقيقة، بعد 12 دقيقة يتفاعل مع الهواء الجوي ويكون مادة فعالة اسمها الإليسين مضاد حيوي. تضع السم في كف يدك بسم الله وتشرب بالماء قبل الإفطار بساعتين، يعني بعد صلاة الفجر مباشرة، وتكرر نفس العملية 3 فصوص ثوم بعد العشاء بساعتين. يبقى في الصبح قبل الإفطار، أما في العشاء بعد العشاء. ليه؟ حتى أنت لما تنام ما تكونش معدتك فاضية تتعب المعدة. إن استمرت عليه وامتنعت عن أكل اللحوم والسكريات تموت الخلايا السرطانية. وده اللي عملته مع الأخت وداد اليمنية وعلى الأخت حسناء الفرنسية اللي ربنا عافاها من مرض السرطان، والأطباء كاريوس عقوب، وفي أخت اسمها سامية من سلطنة عمان من 2 أو 3 سنين كان عندها كتلة كبيرة في الرحم وتعرقل عملية الزواج، لغاية بقيت نعمل لها كل 20 يوم تحليل، هي تعمل هناك وتبعت الأشعة وأعرضها على مركز الأورام في المنصورة. بقت تقل 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 تقل. في يوم راحت فرحت عزمت فيا بتحب الأكل، كانت من غير ما تقول وفتحت على البحر، كانت أسماك ولحوم وطيور، وبعد أسبوع الحاجة الانتفاخ زاد وقفل الرحم ورم كبير. فطبعا لما شفت الأشعة صعقت، كانت تبعتها لي على طول، قلت لها أنت لخبطت في الأكل وعملت كذا ولم تلتزم بالصوم، وكان لا حاجة غير الثوم كمان، كل حالة لا حاجة، الحاجة اللي في الرحم لا حاجة تانية خالص. فقالت فعلا أنا كنت لبخت في الأكل، قلت لها هنعيد من جديد 3 شهور تانيين. صبرت ال3 شهور وعدنا تاني وخدت درس قاسي، والحمد لله هي متزوجة، لعلها أنجبت البركة إن هي تزوجت، قالت لي اتزوجت والحمد لله، وزال هذا المرض بدون جراحة، لأن لو عملت جراحة كانت هتشيل الراحة. فطبعا الصوم أقوى مضاد حيوي في التاريخ الإنسانية، وقال صلى الله عليه وسلم يا علي، لعلي بن أبي طالب قدام الله، كل الثوم كل الثوم فلولا أني أناجي الملك ما أكلت، يعني لولا أنني أناجي الله سبحانه وتعالى ملك الملكوت ما أكلت، ولولا أن جبريل عليه السلام يهبط ليعلمني القرآن ما أكلت. ولكن هو نصح علي بن أبي طالب ياكله، يعني معناه نصح أمته. أما من أكل سوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، ده اللي بيمضغه، اللي بيمضغه مش اللي بيبلعه، اللي بيمضغ كده ده بياكله ني، ولكن أنت لو طبخته خلاص ريحته راحت. يعني الهدف من الحديث إن أنت يبقى ريحتك توم وبصل، ما تجيش تاكل فحل بصل
وتنضب فص توم في رغيف عيش او فيه طعميه او فيها سندوتش فيه توم او سلطه فيها توم، وتاكل قبل صلاه الجمعه وتريح. ليه؟ لان ده اصلا هيخلي الملائكه تنفر، تنفر منه، منك، هيخلي الناس تنفر منك. يبقى اذا مش التوم اللي هو بيخلي الملائكه تمشي، لا. افرض ان فيه واحد قاعد يذكر الله في فدان مزروع توم او ارض مزروعه توم وبيصلي على النبي، يبقى الملكه مش هتجيله؟ هتجيله. افرض ان واحد قاعد في غيط او في حقله بياكل توم وبيصلي على النبي او بيذكر الله، الملكه مش هتجيله؟ هتجيله. امال ايه يعتزل مسجدنا يعني؟ يعني ما انت هتخلي الناس تتاذى من ريحه فمك يعني. فانت ما تمجغوش. اما في واحد مريض يبلعه، انت بتبلع ولكن لا تمضغ. يبقى الحديث على ايه؟ على المضغه، عشان ريحه حنكك ايه ما تبقاش فيه. وبعدين الاحتياط، ما تبلعش. كنت انت مريض سرطان برضه ما تبلعش التوم يوم الجمعه، ان كنت هتروح المسجد، لان ممكن تتجشع يعني تتقرع ويطلع لك ريحه برضه. فإذا هو مكروه ليه؟ عشان لا تؤذي المسلمين برائحة فمك. طيب، هي بقى هنعمل إيه للثقوب السوداء اللي طفحت على الجلد؟ في حاجة في الطب اسمها الترجب. والترجب اللي هي إيه؟ ثنيات متتالية في القولون. فيها ثقوب مثل ثقوب السبحة، وهذا الثقوب بتمتلئ بالبراز ويلف عليها القولون، تانية في التانية في التالتة. جهاز الأشعة لا يبرزها تماما، واحترق أطباء في حالات كثيرة من هذا، وجاء أو بعتوا أولادهم عندي وفكينا زي القولون، وهنشوف الوقت بيتفك ازاي. طب هرفع لكم طريق العلاج الأخت دي عملنا لإيه. خلي بالكم، أول حاجة إحنا طلبنا من والدها اللهم صل على النبي فحص الثديين عند طبيب أورام، أشعة ثلاثية الأبعاد على عنق الرحم، صورة دم كاملة، أشعة على البطن ولا سيما أمعاء الدقيق. وقلت لوالدها ربما هذا سرطان في مرحلته الأخيرة، لأنه غالبا ما يكون هناك بصور وحبوب تطفح على الجسم من جراء مرض السرطان قبل الوفاة بثلاث شهور أو من شهر لثلاث شهور، والله أعلم بأعمار العداء. أوصيت والدها بعدم إخبارها وعدم إخبار والدتها أيضا، وفعلا كان مثلما تنبأنا. طب هنعمل لها 8 حقنات شرجية، يعني ايه؟ الاسبوع فيه حقنتين. اخترنا يومي الاثنين والخميس، كل يوم 2 حقنه ويوم خميس حقنه، في 4 اسابيع يبقى 8 حقنه. الحقنه الاولى والثانيه تاخذ نصف كيلو بصل احمر مصري وتسلقه في المياه لمده نصف ساعه، ثم تصفيه وتضع عليه نصف كوب عسل سدر، ثم يوضع في الحقنة الشرجية وينتظر حتى تنخفض درجة حرارته لحرارة الجسم الطبيعية 37 درجة، وتأخذ الحقنة وينتظر ربع ساعة، ويقوم المريض بتفريغ ما في بطنه في الحمام. دي ايه؟ الحقنة الأولى والثانية، يعني حقنة يوم الاثنين ويوم الخميس. طب الحقنة التالتة والرابعة نفس ما سبق مع إضافة 3 فصوص ثوم مقطعة مع البصل. يبقى الأول نص كيلو بصل أحمر وتسلقه ونصفيه، ويبقى المية مية بصل فقط، وبعد التصفية تحط عليه نصف كوب عسل سدر وتقلبه.
اللي ما عندوش عسل سدر يحط عسل نحل عادي، ينفع؟ ينفع، ولكن لو كان مغشوش هيأثر على المريض ويتعبه. لو انت عندك مغشوش ما انتش مطمن له ما تحطش عسل. التالتة والرابعة قلنا نفس كلها، بس هنحط تلات فصوص ثوم متقطعة مع البصل، طبعا هتصفقوا. الحقنة الخامسة والسادسة مخلوط الشبت والسنود، فيها مخلوط اسمه السنة والسنود. السنة اللي هو الشبت، والسنود اسمه الكمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنة والسنود فإنه شفاء من كل داء إلا السام، مثل حبة البركة. تغلي مخلوط السنة والسنود مع اللي هو الكمون وبذور الشبت مع الغليان لمدة ربع ساعة فقط بدون عسل سدر، هتنتظر لما يكون دافئ وتتحط في حقنة شراجية وتاخدها. الحقنة السابعة والثامنة نص كيلو بصل زائد خيارة اللي هي القساء زائد التوم زائد عسل سدر والغليان لمدة نص ساعة، ويصفى وتضيف عليه العسل بعد التصفية وليس قبل التصفية. هتلاحظ إيه؟ كان بينزل من بطنها كتل سوداء كروس الحيوانات، ثم ما لبست أن اختفت البصور والحبوب من على جسمها كاملا سوى بعض الحبوب على الثدي وأطراف القدمين، كما كان ينزل من ثديها سائل لون أحمر باهت، وهذه السوائل من أعراض المرض والورم الخبيث. طبعا قمنا بعمل حاجات تانية معادية، بلع 8 فصوص ثوم مقطعة يوميا على مرحلتين، 5 فصوص في الصباح قبل الإفطار بساعتين، وثلاث فصوص بعد العشاء. 2 دهان الثديين والقدمين بعصير الثوم، وده عبارة عن ثوم مهروس في الخلاط مع نصف كيلو زيت زيتون ومتروك في الثلاجة لمدة 15 يوم. منع أكل اللحوم مطلقا والزيوت النباتية والزبدة والقشطة سوى السمك المشوي، والإكثار من أكل الجزر والرمان. بعد شهرين اختفت الحساسية مطلقا واختفت الحبوب، وتم عمل فحص كامل بالأشعة وتحليل الدم، وأصبحت مبرأة من كل عرض ومرض. آخر حاجة بقى عملنا لها رقية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي الصورة بين قدامكم للأشياء التي خرجت من بطنها، وخرج من بطنها 10 أمثال الصورة دي، لأن كنا بنطلب إن هي الحقنة الشرجية تعملها وتخرج ما في بطنها على البلاط، يكون كابانيه أو دارة مياه بلدي وليس فرنجي. ليه؟ حتى كانوا يصوروا حاجة زي زبل الغنم أو زب مخلفات الحمام، حاجات كده، أو بعر الإبل، وطلعة كتيرة جدا. وده كانت الحاجات اللي مختزنة في القولون اللي اسمه الترجب، وربنا شفاها من كل عرض ومرض، والآن عروسة وجهها يشع نور مثل اللمبة النيون، والحمد لله رب العالمين. طبعا الكلام ده موجود في كتاب ايه؟ كرامات وأنوار الصلاة على النبي المختص عسل. والله اللي في ساعة من المال يحب يطبع الكتاب ده بالألوان الطبيعية هيكون جزاء الله خير، لكن الألوان الطبيعية الكتاب الواحد ثمنه 15 دولار، يعني الألف نسخة ب15,000 دولار. في ناس مصيبتها ومشكلتها في الدنيا إن من كثرة الفلوس مش عارفة تعمل بها إيه، وفيه ناس مشكلتها في الدنيا ان ما عندهاش فلوس خالص. يبقى اللي عنده كتير قوي ما خايف ومرعوب لا تخلص منه او تروح، واللي عنده اللي عندهش خالص قاعد شايل الهم الاكل والشرب، الا المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله أنا بوعدكم وأنا على يقين إن ربنا هيقيد لنا واحد يكون ساري أو واحد ينشر هذه الكتب. إن شاء الله حسب الميزانية اللي هتيجي، هنطبع بالألوان ولا هنطبع بلونين ولا هنطبع بلون واحد؟ لون واحد هيبقى الكتاب ب$4 إلى $5، يعني الألف ب$5000 أو $4000. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة من حلقات العلم والإيمان وكرامات الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.